يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه، والنهارده هنكون مع حضراتكم في يوم مهم فيه اخبار مختلفه ومتنوعه ومهمه. عندنا الاول طبعا مواجهه ناريه ما بين منتخب مصر والباراجواي، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وهنتكلم عن المباراه شويه بالتفصيل. المباراه بتلعب حاليا. كمان عندنا مجموعه من الاخبار المهمه، مكالمه ما بين وزيري خارجيه مصر والسعوديه بيتحدثوا فيها عن تصعيد الخطير في الشرق الاوسط وتداعياته، وانباء عن مكالمه متوتره بين بايدن ونتنياهو بخصوص استئناف مفاوضات السلام ووقف اطلاق النار واطلاق سراح المحتجزين. كمان عندنا اكبر صفقه لتبادل السجناء ما بين روسيا والغرب منذ الحرب العالميه الثانيه، ولها صدى واسع في الاعلام العالمي والصحافه الغربيه. كمان عندنا وقفه النهارده مع مسار تطوير العائله المقدسه في مصر، ورغبة مصر في أنه يتحول هذا المسار لمناسبة للحج المسيحي، خاصة أنه في مشاورات دلوقتي مع الأردن اللي أيضا فيها مجموعة من المزارات المسيحية الهامة، وأنه يحصل تكامل ما بين الأردن ومصر في الزيارات للحجاج المسيحيين. ودي من شأنها طبعا أنها تقدم مصر كمنتج حضاري وثقافي أصيل، ده غير كمان عوائدها الاقتصادية المهمة وتعظيم فكرة السياحة الدينية في مصر، خاصة وإحنا كمان عندنا مشروع مهم هو مشروع التجلي الأعظم في سيناء الحبيبة، ومع تكامل هذه المشروعات الدينية. وكمان عندنا مسار البيت، وتم تجديد وتطوير عدد كبير من مزارات البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا كمان مشروع ضخم لتعظيم عوائد السياحة الدينية في مصر. لكن النهاردة هنتكلم عن مسار العائلة المقدسة، رسالة السلام والمحبة من أرض الكنانة المصرية، وهنشوف وصلنا فين في أعمال التطوير والإنشاءات وتهيئة أيضا المسار بنقاطه المتعددة، لأن عندنا الحقيقة 8 محافظات فيها مزارات وعدت عليها العائلة المقدسة واحتمت أيضا في أرض مصر وكهوفها وجبالها وأماكنها التي أصبحت الحقيقة يعني جزء من وجدان المصريين، ونظرا لمحبتهم للسيد المسيح وتشرفنا باستقباله كلاجئ إلى أرض مصر طالبا حمايتها. طبعا مصر دائما كمان مفتوحة لكل ضيوفها من كل بقاع الدنيا ومن كل الملل والنحل. وخلينا نبدأ مع حضراتكم بقى بأول أخبارنا، وهيكون معانا طبعا موضوع مباراة مصر والباراجواي، وطبعا مباراة مهمة جدا في مشوار منتخبنا الأولمبي في طبعا باريس 2024. النهاردة بمواجهة باراجواي هنروح ربع النهائي. طبعا المباراة بتلعب حاليا وبدأت في تمام الساعة 8، واللي هيكسب هيوصل لربع النهائي ان شاء الله. تتأهل مصر بعد ايضا مشوار مشرف في مجموعتها وتصدرها للمجموعة بعد تعادلها مع الدومينيكان وفوزها على أوزبكستان، وتتويج هذا المسار بالفوز مهم على اسبانيا، واحدة من المرشحين بقوة كانوا للميدالية الذهبية. تعالوا نروح لصديقنا العزيز والناقد الرياضي الأستاذ محمد مهدي. نرحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ سام، وأهلا بكل المشاهدين الكرام. نورتنا. يعني عندنا أمال كبيرة معقودة على ماتش النهاردة بعد مواجهتنا النارية مع أسبانيا وتألق منتخبنا الأولمبي. الماتش بدأ يمكن من ثلث ساعة أو ربع ساعة، قولينا كده ملحوظاتك الاول ايه على بدايه المباراه، ونروح معاك بقى للتشكيل النهارده وايه كمان التوقعات. يعني زي ما حضرتك ذكرت المباراه بدات في تمام 8 مساء. بدايه المباراه جت تبدو طبعا بين الفريقين، منتخب مصر يعني ملتزم بخطوطه الدفاعيه
تحسبا لاي مفاجات من منتخب باراجواي، ساب المساحه بشكل كبير في نص الملعب لمنتخب باراجواي، ولكن لا يوجد اي تهديد على مرمى حمزه علاء حارس منتخب مصر، واعتماد منتخب مصر على الهجمات المرتده، وشفنا فرصه ضايعه من زيزو واحده ثانيه من ابراهيم عادل، في المقابل لم يكن هناك اي فرص يعني قويه او يعني فرص تهديفيه لمنتخب باراجواي رغم استحواذه على مجريات الامور، ولكن ده شيء طبيعي انك انت تبدا المباراه صعبه جدا، مباراه ثقيله بتاهلك لنصف النهائي، فبالتالي انه لازم يبقى عندك الحذر الدفاعي، وده اللي كان واضح من تشكيل ميكالي مدير فني المنتخب مصر الاولمبي، نفس التشكيل بتاع منتخب اسبانيا، ولكن مع التعديل اللي كان اتعمل الشوط الثاني برجوع احمد كوكا الباك ليفت لتامين الخط الخلفي والدفع محمود صابر في وسط الملعب مع النادي مع محمد حاتم، بحيث ان هو يبقى عامل كثافه عدديه في نص الملعب، طبعا مع وجود الثلاثي الهجومي المستقر عليه بشكل كبير ميكالي زيزو وابراهيم عادل واسامه فيصل، والخط الخلفي زي ما هو حمزه علاء في راس المرمى، احمد عيد، سامع بن مجيد، عمر فايد ومعاهم كوكا، فبالتالي اعتقد انه دي التشكيله الانسب لمنتخب مصر او الافضل، وشفناهم حتى والناني وزيزو كمان في المقدمه. الناني وزيزو طبعا في نص الملعب، وزيزو في خط الهجوم مع ابراهيم عادل ومع اسامه فيصل. المباراه صعبه مش سهله زي ما الناس متخيله، رغم انه باراجواي يعني يفتقدوا الى الهداف بتاع الفريق، يعني باراجواي سجل اربع اهداف او خمس اهداف منهم ثلاث اهداف سجلهم هداف المنتخب مارسيلو فرنانديز، ولكن يغيب عن مباراه مصر اليوم لتراكم البطاقات الصفراء، فبالتالي انه غياب الفعاليه الهجوميه لباراجواي هيدي قوه لمنتخب مصر، منتخب مصر مركز بشكل كبير جدا خلال الدقائق اللي استعدت من المباراه، واللاعيبه كلهم واضح انه عندهم طموح وامل ان هم يصعدوا الى نصف النهائي، ده انجاز تاريخي لمنتخب مصر الاولمبي، نتمنى طبعا والشعب المصري كله بيدعي لهم ان يوصلهم في المباراه ونقدر نطلع بنتيجه ايجابيه تؤهلنا الى نصف النهائي، ونشوف بقى نصف النهائي يعني ما ينتظرنا من المواجهه الناريه اللي هتبقى الساعه 10 مساء بين فرنسا وبين الارجنتين. دي مواجهه مهمه جدا فرنسا والارجنتين، هاجي لها معاك، لكن كلمني شويه عن منتخب باراجواي، ويعني طبعا هو قدم كمان مباريات يعني جيده في الدور الاول، وكانت اخر مباراته مع مالي برضو قدم اداء هايل جدا، لكن ايه التخوفات من منتخب باراجواي؟ ايه مكامن القوه والضعف عنده؟ لا هو منتخب يعني متماسك، وحضرتك عارف ان الكوره بتاعت امريكا الجنوبيه يعني لاتينيه، واحنا يعني بنعاني شويه مع كوره امريكا الجنوبيه شويه يعني محظوظين زياده عن اللزوم علينا يعني، فبالتالي ان لا هو منتخب متماسك ومترابط في كل خطوطه، زي ما قلت لحضرتك هم بس ينقصهم النهارده انه غياب الهداف بتاعهم سجل ثلاث اهداف اربع اهداف سجلهم المنتخب، ده عامل ازمه شويه لمنتخب باراجواي، ولكن المتبقي من المنتخب او التشكيله اللي لعبت النهارده مترابطه جدا ومترابطه جدا، واضح ان هم يعني مركزين في المباراه وعاملين حساب، مع انهم كانوا عندهم مشاكل في السفر وكانوا طلبوا تاجيل الماتش قبل المباراه، كانوا هيسافروا من العاصمه باريس لمارسيليا، وكان في مشاكل في الطيران واتلغت مرتين الطياره، وحتى القطر اتلغى كمان، هم طلبوا رسميا تاجيل الماتش بس اترفض، طالبوا بتأجيل المباراة 24 ساعة، ولكن طبعا اللجنة المنظمة رفضت أي تأجيل، لأنه الأربع ماتشات في ربع النهائي كلهم هيتلعبوا النهاردة، بنبارك للمغرب فازت بنتيجة كبيرة على أمريكا برباعية وتأهلت إلى نصف النهائي، عندها مواجهة قوية أمام أسبانيا اللي قدرت تكسب في اليابان، فبالتالي دي أول مواجهة تم تحديدها في نصف النهائي المغرب وأسبانيا، المواجهة الثانية بين الماتشين المتبقيين مصر وباراجواي وفرنسا والأرجنتين، أتمنى أن منتخب مصر. طب احنا هنلاعب احنا كده يعني الفائز بمباراة النهاردة يلاعب مين؟ الفائز بمباراة مصر والباراجواي يلاعب الفائز بمباراة فرنسا والأرجنتين. ده مشكلة دي. أنت بعد يعني معركة باراجواي عندك معركة ثانية مع فرنسا صعبة الأرض والتنظيم والجمهور، أو الأرجنتين برضو من أحد يعني المنتخبات القويه، وده متحرك المواجهه الاولانيه تم تحديدها وحسمها اسبانيا والمغرب طرفي نصف النهائي الاخر، والنصف المتبقي هو المباراتين المباراه الحاليه بين مصر وباراجواي وفرنسا والارجنتين، ولكن حتى لا نستبق المواجهه الناريه الارجنتين وفرنسا، هو بينهم خصومه وثأر، وكان في مشاكل من ساعه كاس العالم واحتجاجات تقدمت للسفارات وقصص. الفيديو اللي تم تصويره بعد احتفالهم بنهائي الكوبا وحصلت مشكله كبيره، وتهمهم بالعنصريه وكده، العنصريه، والاتحاد الفرنسي قدم اكثر من شكوى الاتحاد يعني
كوبا ولكن يعني كانوا بيغنوا اغنيه يعني بمعناه انه منتخب فرنسا بيقولوا عليه فرنسي لكن هو كله افارقه. هو حضرتك عارف انه في شد وجذب او جنسيات اخرى يعني غير افارقه. كاس العالم 2022 قطر وكان النهائي طبعا وفرنسا وقدرت الارجنتين ان هي تكسب كاس العالم بضربات الترجيح فبالتالي انه الشد والجذب بدا من هنا مع العنصريه اللي حصلت في الفيديو ده اللي اثار حفيظه الفرنسيين. عشان كده بقول لحضرتك انه ماتش الساعه 10 مش هو ماتش سهل لا على الارجنتين ولا على فرنسا لانه في تحفظ بشكل كبير جدا والفرنسيين كلهم يعني حتى الجمهور الفرنسي مستني المباراه بفارغ الصبر لانه عايز يرد الصقر للارجنتين حتى لو كان ده المنتخب الاولمبي ولكن شايفين انه ده يعني رد الصقر للمنتخب الفرنسي ده بالاضافه طبعا ان فرنسا بتلعب على ارضها وسط جمهورها وهي احد المنتخبات المرشحه للفوز باللقب فده طبعا بيحط ضغوط كبيره على المنتخب الفرنسي. منتخب الارجنتين كان عنده مشكله في بدايه البطوله وخساره من المغرب حضرتك حتى فاكر يعني الجدل اللي حصل على الهدف اللي تم الغائه بعد ساعتين ورجعوا تاني بعد ما ساعتين فعلا المباراه عايز اقول لحضرتك يعني بالصدفه الحكم ده هو اللي بيحكم النهارده مباراه مصر والباراجواي نفس الحكم كان مع المغرب والارجنتين ولكن يعني احنا المنتخب هو ماشي خطوه خطوه الاهم دلوقتي انك انت يعني تتخطى عقبه الباراجواي تصل الى نصف النهائي وهو يعتبر انجاز تاريخي لمنتخب مصر الاولمبي ثم بعد ذلك تبدا يعني تفكر هتلاقي مين فرنسا ولا الارجنتين في النهايه هو انجاز تاريخي للعيبه اللي موجوده مع جهاز المحلي بقياده ان هم يقدروا يعني يصنعوا التاريخ ويقدروا يروحوا ابعد من من من, من نصف النهائي انه سواء الارجنتين او فرنسا عندك فرصه انك انت تتاهل للمباراه النهائيه تلعب على الذهب او الفضه او انك لا قدر الله خسرت من فرنسا او الارجنتين عندك فرصه ثانيه انك تلعب على الثالث والرابع على البرونزيه فبالتالي انجاز كبير للمنتخب الاولمبي ولكن يتبقى ان مباراه اليوم هي يعني حاسمه بشكل كبير جدا واحنا شفنا حتى بعد مباراه اسبانيا كان في فرحه عارمه في غرفه الملابس للاعبين وزيزو كان اجتمع باللاعبين وقال لهم احنا لسه ما عملناش حاجه ويعني الاجيال اللي قبل كده وصلت للمرحله دي فبالتالي النجاح بالنسبه لنا ان احنا نكمل ما نتوقفش عند الفوز على اسبانيا لا لازم نفوز على الباراجواي ونروح ابعد من كده نوصل نص النهائي لان في النهايه يعني التاريخ هيذكر انه منتخب مصر قدر في 24 انه يحقق ميداليه سواء فضه او ذهب او 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 برونز ولكن الخروج من ربع النهائي انجاز للمنتخب ولكن في ظل المعطيات انت برضو يعني الكوره مش معاك وانت تفجرت اول المجموعه بهزيمه اسبانيا فبالتالي انك انت واجهت الباراجواي يعتبر هي اضعف الماتشات اللي موجوده في دور الثمانيه بجانب امريكا طبعا يعني ما رحتش تقابل فرقه ثقيله في دور الثمانيه فبالتالي يبقى عندك صعوبه يعني بالتالي لا انك انت تقدر تداري يعني الباراجواي تقدر تروح ابعد كده وفي نص النهائي بقى يعني في كره قدم في النهائي يعني جاتك الارجنتين كل مباراة وليها حساباتها وليها ظروفها يعني فنتمنى انه اللاعبين يكونوا على قدر المسؤولية كمان كابتن محمد بركات المشرف على المنتخب كان ليه تصريح مهم جدا قبل المباراة وقال ان هو من بدري مع المنتخب وان المنتخب ده اداؤه بيتصاعد تدريجيا كان 50 تقاعدات في اول ماتش مع الدومينيكان ولكن الاداء تحسن في المباراة التالية مع اوزبكستان ثم تحسن اكثر في مباراه اسبانيا فبالتالي انه قال ان كل ما المنتخب ده بيلعب ماتشات اداؤه بيتحسن اكثر فنتمنى ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه النهارده ويصرحوا الشعب المصري ويتاهلوا الى نصف النهائي اولمبياد باريس 2024. طيب ينفع اسالك على منتخب كره اليد برضو النهارده عندنا مباراه قويه جدا مع النرويج ومشوار برضو كره اليد صعب الحقيقه عمالين نقابل فرق يعني صعبه المجر تفوقنا عليها الدنمارك يعني بالعافيه كسبونا وفرنسا نفس القصه والنهارده النرويج ايه فرصنا قدام النرويج؟ لانه النرويج متصدره المجموعه انت يعني خسرت من الدنمارك رغم انك انت اداءك كان سيء جدا في الصف الاولاني ولكن خسرت انك انت في الثاني ولكن يعني الوقت ما اسعفكش انك انت يعني تحسن يعني من النتيجه كسبت المجر حصل لك دروب في ماتش فرنسا رغم انك كنت متقدم ومنتخب فرنسا قدر يتعادل في اخر ثانيه في المباراه حتى كان في انتقادات كثيره جدا لحكم المباراه لانه يعني كل التقارير وكل يعني اللي شاهدوا المباراه قالوا انه
الكره فاول على منتخب فرنسا، فبالتالي انه لم يكن يستحق التعادل مع منتخب مصر. فانت حاليا قبل مباراه النرويج انت في المركز الثالث، المجموعه بتاهل منها اربع منتخبات. انت يعني هي احنا مجموعه كام؟ المجموعه 6. قصه في الترتيب بتاعك يعني المجموعه فيها كام؟ 6 صح؟ المجموعه فيها 6 منتخبات بيتاهلوا اول اربع منتخبات. يعني فرصتنا لسه كبيره جدا. فرصتنا كبيره جدا، انت حاليا الثالث، النرويج الاول، ثم الدنمارك، ثم منتخب مصر الثالث، فبالتالي انت عندك فرصه كبيره انك انت تتاهل. هي القصه في تاهلك انهي ترتيب، لان ده بيفرق معاك هتلاعب مين، فبالتالي انك انت هل هتقدر انك انت تحافظ على 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 يعني ادائك وتكمل في المجموعه كثالث المجموعه بعد النرويج وبعد الدنمارك، او انك انت يعني لا قدر الله يحصل اي ضرب فبالتالي تتراجع شويه تصعد كمركز رابع، وده اللي هيفرق معاك في المواجهه القادمه. ولكن بالنسبه 100% منتخب مصر متاهل الى الدور القادم، لانه عندك الفريقين الثانيين الارجنتين والمجر بعيد جدا عن التواجد يعني. هو النرويجي كمان النهارده هي متصدره المجموعه، وده هيكون اصعب ماتش، والنرويج طبعا كمان من ابطال العالم في كره اليد يعني منتخب، بس لو قدرنا نتعادل النهارده على الاقل نصعد صح. يعني انت لسه عندك ماتش كمان مع الارجنتين، واعتقد ده ماتش سهل جدا تقدر تكسبه بسهوله، فبالتالي انا بقول لحضرتك ان الصعود بتاعك يعني سهل جدا، ده كده كده يعتبر ضمنت الصعود. ولكن هي القصه في ترتيب المجموعه، هتصعد ثالث المجموعه ولا رابع المجموعه؟ لانه اول وثاني طبعا خلاص تم حجزهم للدنمارك والنرويج، فبالتالي انت بتلعب في حته ثالث المجموعه ورابع المجموعه. يعني انت حاليا اول وثاني دنمارك والنرويج، انت بقى بتنافس فرنسا على الثالث والرابع. فرنسا يعني خسرت اول مباراتين وتعادلت ثالث مباراه مع منتخب مصر وقدرت تكسب الارجنتين. انا بعت لك صوره ثانيه، بعت لك صوره استاذ عبد اللطيف لو نحطها برضو لمنتخب اليد. اتفضل. لا معلش الخط، معلش الخط حصل فيه مشكله، لو تعيد تاني يا استاذ محمد بعد اذنك. انا سامعك يا فندم. اتفضل. فبقول لحضرتك، فرصتك كبيره في التاهل للدور القادم. انت بس بتتكلم في قصه انه مباراتك مع النرويج النهارده، يعني اذا نجحت انك تكسب او تتعادل يعني على اقل تقدير، هتساعدك انك انت تتاهل كثالث المجموعه، وده هيفيدك في الادوار القادمه. ولكن بشكل كبير هو منتخب مصر لكره اليد يعني متاهل الى الدور القادم، وللامانه هو يعني منتخب كبير جدا وعامل نتائج محترمه، ونطمح الدوره دي ميداليه طبعا للمنتخب، لانه المنتخب يعني يا سلام لو منتخب الكوره ومنتخب اليد، يا سلام تبقى حاجه عظمه يعني. يعني ده يبقى كرم من ربنا يعني. هو كره اليد اللي يكسب النهارده يروح ربع النهائي على طول، ولا في نص نهائي لسه؟ يروح يعني انت عندنا منتخب اليد منتخب تقيل جدا ومصنف ورابع العالم الدوره الماضيه، فبالتالي ان عندك فرصه الدوره دي انك تتقدم يعني شويه، لو ما قدرتش توصل للمباراه النهائيه يعني الذهب والفضه، انك كده تلعب على الثالث على البرونزيه، فبالتالي عندك فرصه كبيره. زي منتخب القدم عنده فرصه ايضا انه يعني يذهب بعيدا في اولمبياد باريس، ولكن لسه بدري على كل التفاصيل دي، انت يعني بتاخدها خطوه خطوه. الاهم انه منتخب مصر لكره القدم يتخطى اليوم عقبه باراجواي، ومنتخب اليد يعني يصل الى نتيجه ايجابيه مع النرويج في مباراه كره اليد، ثم بعد كده تبدا تتكلم في القادم. لسه منتخب اليد عنده مباراه اخرى مع الارجنتين، واعتقد منتخب الارجنتين دي امتى بقى مباراه كره اليد مع الارجنتين؟ منتخب انت هتلعب النهارده مع النرويج، وبعد يومين بتلعب على طول مع الارجنتين. خلينا نخبر لحضرتك يعني انت بتتكلم في 8 ايام متبقيين على نهايه الاولمبياد. ثالث الالعاب دي بيلعب كل يعني يوم ويوم بيلعب المباريات بتاعته. عشان كده حتى مباراه القدم بدات بدري شويه قبل الاولمبياد. المنافسات بدات 26، في القدم بدات 24، لانه القدم بيحتاج ان هو بياخد مساحه يومين راحه ويلعب اليوم الثالث، عشان كده قدموا كره القدم. انا بشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا الناقد الرياضي استاذ محمد المهدي، وكل التوفيق. النهارده مباراتين مهمتين، مصر وباراجواي في كره القدم، ومصر والنرويج في كره اليد، فكل التوفيق لمنتخباتنا، بنعول عليهم ان شاء الله قدموا اداء محترم جدا لغايه دلوقتي، يا رب تكمل على خير ونروح ربع النهائي. طيب هنروح بقى لخبر اخر. النهارده الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه اجرى اتصال هاتفي
مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. اتصال طبعا كان بيتناول فيه الوزيران الحديث عن التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية نتيجة للسياسات الإسرائيلية ونهج الاغتيالات اللي بتتبناه إسرائيل على مدار تاريخها. شدد وزير الخارجية المصري على أهمية وقف التصعيد وضرورة اطلاع القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بدورها ومسؤوليتها في وقف وتيرة هذا التصعيد. كمان هنقول لحضراتكم كمان تطورات الموقف ايه. طبعا النهاردة كان في برضو يعني اطلاق للصواريخ من حركة حماس على عدد من المناطق في إسرائيل، وأيضا غارات ما زالت مستمرة واستهداف المدنيين في قطاع غزة. والنهاردة كمان كان تشييع جنازة وجثمان الراحل إسماعيل هنية والصلاة عليه ودفنه في قطر. طبعا النهاردة أيضا كان بحضور وفود عدد من الدول العربية والإسلامية إلى الدوحة وأدوا صلاة الجنازة على روحه في دولة قطر. نروح معكم لفاصل ونرجع نكمل بقية ملفاتنا، خليكم معنا. أنا بحركم مرة تانية. بالرغم الحقيقة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح يوم الأربعاء الماضي، واللي شيعت جنازته اليوم أيضا من الدوحة العاصمة القطرية، إلا أنه طبعا الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ما زالوا بيتكلموا عن صفقة تبادل للمحتجزين، رغم انه عارفين طبعا انه عملية الاغتيال بتعقد الامور وبتقلل فرص التوصل لاتفاق من الممكن بموجبه اطلاق سراح الرهائن ووقف اطلاق النار في غزة. لكن امبارح الرئيس الامريكي جو بايدن طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الموافقة على وقف اطلاق النار مع حماس، وانه ده يتم في غضون اسبوع اسبوعين. ووكالة بلومبرج ذكرت انه بايدن ونتنياهو في مكالمتهم امبارح تعهد الرئيس بدعم اسرائيل ضد التهديدات المتجددة من ايران والاطراف المتحالفة معها زي حزب الله وغيرها، وقال انه كان مباشر في حديثه مع نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي، واكد انه عملية اغتيال اسماعيل هنية لا تساعد على التوصل لوقف اطلاق النار في غزة. موقع اكسيوس هو موقع برائحة استخباراتية كده وبينقل بعض التسريبات، بيقول انه فيما يبدو انه كانت هناك مكالمة متوترة ما بين الرئيس الامريكي جو بايدن وبين بنيامين نتنياهو، وانه وبخوا على سياسة الاغتيالات لانها بتعقد من الموقف، وبما معناه ان الولايات المتحدة الامريكية لم تطلع على الخطة الإسرائيلية سواء في استهداف فؤاد شكر أو في استهداف إسماعيل هنية، خاصة أن هي بتأتي بعد زيارة نتنياهو وخطابه الشهير في الكونغرس، زيارته طبعا للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه ببايدن. وكمان قيل نقلا عن موقع أكسيوس أنه بايدن نقل لنتنياهو أنه يعني وصفه لخطورة الموقف في الشرق الأوسط، وأنه الشرق الأوسط أمام نقطة تحول كبيرة، وأنه الصراع احتمال أن يتم توسعته. وكان بايدن يعني كما يقول موقع أكسيوس كان غضبان لأنه ضغط على بايدن أكثر من مرة
لوقف إطلاق النيران وإطلاق سراح الرهائن، لكن عملية الاغتيال عقدت من الموقف، وقال بما معناه أنه لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة نتنياهو في حال تعقدت الأمور أكثر من ذلك. بما معناه طبعا دي بتبقى تصريحات بعض المسؤولين عن المكالمة وتسريبها لموقع أكسيس. طبعا ما نقدرش نقول صحيحة 100% ولا لأ، ولكنها بتدي لمحة عن التوجهات العامة. هيكون معنا على التليفون الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. أهلا بك دكتور، منورنا. مساء الخير لك يا أستاذ حسام ولجمهور المشاهد. يعني التصريحات لبايدن أو نقلت عن بايدن من خلال مكالمة تليفونية مع نتنياهو، قيل أنها كانت مكالمة متوترة وبايدن أعرف فيها عن خشيته من توسع الصراع وعن يعني اعتراضه على سياسة عملية الاغتيالات لأنها تعقد من ملف المفاوضات حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. لكنه في وجهة نظرك يعني بشكل عام، هل يمكن الحديث عن أن هناك فرصة لاستئناف عملية التفاوض وتحقيق فيها يعني نقلة حتى يعني أو تحقيق نقلة ما تقول ان احنا قريبين من اتفاق لوقف اطلاق النار او اطلاق سراح المحتجزين بعد عمليات الاغتيال اللي احنا شاهدناها سواء اسماعيل هنية او فؤاد شكر وضرب ايضا الحديدة وملامح توسع الصراع، مع الاخذ في الاعتبار ان النهاردة سقط 9 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة نتيجة القصف الاسرائيلي، وتم اطلاق وابل من الصواريخ من حركة حماس على ايضا بعض المناطق في اسرائيل. فبتشوف ازاي هذه المكالمة، هل هي حقيقية التأثير او بايدن فعلا يمارس ضغط من اجل وقف اطلاق النيران، وهل ده ممكن اصلا بعد سياسة الاغتيالات التي انتهجتها اسرائيل؟ بداية مرة اخرى مساء الخير استاذ حسام لك ولجمهور المشاهدين، والسلام والرحمة لارواح الشهداء وعلى رأسهم الشهيد القائد إسماعيل هنية، وسلامنا إلى أهلنا في داخل قطاع غزة الذين يتعرضون إلى جريمة الإبادة الجماعية لليوم 301 على التوالي. وإسرائيل تصعد من عدوانها كما ذكرت أخي حسام في على كل المستويات، وتستخدم استراتيجية هي اليد الطولة التي من خلالها تحاول استعادة الردع، وهي تريد توريط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع إقليمي أوسع وبالذات في إيران وأيضا في اليمن وفي شمال فلسطين التاريخية في لبنان. وبالتالي ما قامت به سيعقد بالضرورة مفاوضات التسوية، ويؤكد على أن إسرائيل ماضية ومصرة على الاستمرار في عدوانها غير عابئة بكل جهود الوسطاء والجهود الدولية الهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي. فالجميع يعلم بأن وقف التصعيد يبدأ من قطاع غزة بوقف إطلاق النار والذهاب إلى صفقة تبادل الأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي دمرته دولة الاحتلال وقتلت منه ما يزيد عن 10% من السكان ما بين شهيد وجريح ومفقود. وبالتالي الاحتمالات في عودة التفاوض ضعيفة، وكل ما قاله الرئيس الأمريكي نأمل أن يكون صحيح، ولكنه حوار متكرر دائما يؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت تأثيرها، وأن إسرائيل استخدمت هذه الضربات في الفترة الضبابية ما بين الانتخابات الأمريكية، وهي تريد بالضرورة استدعاء دور الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ما بعد خطاب نتنياهو في الكونغرس وتلقيه دفعة من الحزب الجمهوري على وجه التحديد. وبالتالي هو يريد توريط المنطقة، ويريد أيضا وقف التظاهرات التي كما رأيت وقفت والعصيان المدني الذي كانت تدعو إليه المعارضة، وبالتالي هو يلعب على أكثر من ورقة، المهم بقاؤه الشخصي. أما عن سيناريو وقف العدوان فهذا ممكن، ولكن ربما ما بعد الرد من حزب الله ومن اليمن ومن إيران، فهذا الرد بات في حكم المؤكد، لأن دون ذلك ستفقد إيران وحزب الله واليمن أوراق كثيرة وستسمح لإسرائيل لاحقا بالتغول عليها. لذلك سيتوقف الرد على الرد الإيراني والرد من حزب الله ومن اليمن ورد المقاومة الفلسطينية وبعد ذلك رد إسرائيل، ولكننا أقرب إلى توسيع الحرب الإقليمية
جراء سياسات إسرائيل التي على ما يبدو غير عابئة بكل الإدانات وقرارات مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية. ولذلك نحن أمام تصعيد للنزاع أكثر منه تهدئة لهذا النزاع. وإن كانت مقولة بايدن أو رغبة بايدن قبل إنهاء ولايته ربما تكون رغبة حقيقية في تحقيق إنجاز دبلوماسي في وقت تصعيد هذا الصراع، وخاصة أنه بات يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت أيضا يعني في حالة ضعف نتاج انشغالها في الصراع في أوكرانيا، والمنطقة لا تحتمل عدا عن رغبة المجتمع الدولي ربما التي تتزايد بوقف العدوان. ولكن هذا كما ذكرت توقف على مستوى إسرائيلي، وإلى أي مدى تستمر إسرائيل في عدوانها على المنطقة وعلى ما زال العدوان مستمر الحقيقة، والتصعيد ما زال مستمر، ولسه هننتظر ردود إيران وحزب الله وما يمكن أن تسفر عنه. لكن في وجهة نظرك هل تؤثر عملية اغتيال إسماعيل هنية على مجريات الحرب على الأرض ولا ليس بالضرورة؟ يعني أو إن اختفاء الرجل من المشهد سيؤثر على العمليات على الأرض مثلا؟ ممكن أن تؤثر على دكتور صلاح؟ دكتور صلاح؟ طيب الاتصال انقطع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا. نروح بقى للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وامبارح العالم كان مشغول بأهم صفقة لتبادل السجناء وأكبر صفقة لتبادل السجناء بين روسيا والغرب. طبعا في حالة من التوتر في العلاقات الروسية مع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعد هذا التوتر طبعا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، خصوصا طبعا في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود لأوكرانيا ضد روسيا. لكنه تم بالفعل صفقة أو تمت صفقة بين روسيا والغرب لتبادل السجناء، وبواسطة عدد من الدول منها ألمانيا وتركيا وسلوفينيا. وفي الواقع هذه الصفقة كانت لتبادل 26 سجين. والرئيس الأمريكي جو بايدن قال أنه صفقة تبادل السجناء مع روسيا هي إنجاز دبلوماسي، وزي ما بنشوف في الصور يعني كان أيضا هناك بيصحبها اهتمام إعلامي كبير. الرئيس بايدن استقبل السجناء الأمريكان في المطار، والرئيس الروسي أيضا استقبل السجناء الروس زي ما بنشوف محركه في الصور كاميلا هاريس، وجو بايدن بيستقبل أيضا السجناء الأمريكان. طبعا بعضهم كان صحفيين، بعضهم متهمين بالتجسس، وأيضا ده الصحفي الشهير أيضا اللي كان اعتقل في روسيا اسمه ميشوفيتش حاجة كده يعني نسيت الاسم، لكنه طبعا كان متهم بالتجسس وتم احتجازه لسنوات في روسيا. هنعرف أكتر عن هذه الصفقة وما الذي تمثله ولماذا يهتم الإعلام كثيرا أيضا بهذه الصور. خلونا نستقبل مع حضراتكم الأستاذ حنان البدري الخبيرة في السياسات الأمريكية والعضو المؤسس في مجموعة واشنطن الاستراتيجية. أهلا بك يا أستاذ حنان، منورانا. أهلا بك. أهلا بك. يعني أولا حضرتك لو تدينا فكرة إيه طبيعة هذه الصفقة اللي قعدوا سنين بيحاولوا يرتبوا لها، وكان طبعا تصريحات وشد جذب كثير ما بين أمريكا والدول الغربية بشأنها، يعني دي بتعتبر الصفقة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، إيه ملامحها وإزاي توصلوا لهذه الصفقة؟ الصفقة دي في كلام عليها بواسطة تركيا، لأن تعرف تركيا موجودة عندهم قاعدة للناتو، ليهم اتصالات مع المعسكرين الغربي والشرقي، فقامت بالدور اللي منوط بها ويبدو أنها نجحت في هذا لتبادل السجناء الأمريكيين مع سجناء روس في الأغلب. عشان نعرف بس الموضوع، آخر إفراج تم عن سجناء أمريكيين من قبل روسيا كان إطلاق، لو تفتكر صلاح، لعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر
ده كان ديسمبر عام 22 كانوا اعتقلوها في روسيا في قضية مخدرات، لكن بوتين أو روسيا حصلت مقابل الإفراج عنها على تاجر أسلحة روسي معروف اللي هو فيكتور بوت اللي كان مسجون في الولايات المتحدة. في تبادل ثاني حصل في سنة 2010 لما أفرجوا عن 14 جاسوس، منهم اثنين روس ومنهم الجاسوسة الحسناء الشهيرة ذات الشعر الأحمر شابمان، أنا شابمان دي كان محكوم عليها في الولايات المتحدة وكان معاها زميلها سيرجي كريبال وهو عميل مشترك على فكرة. المهم لم تحصل أي عمليات تبادل كبرى زيها منذ نهاية الحرب الباردة اللي هي كانت قبل مع كسر سور برلين يعني 85-86. اللي حصل ان لما تم من خلال اكتر من سنة التوافق لاحظ ان كان ده وفي الناحية التانية يعني في التوازي كان فيه الحرب بتشتعل بسبب اوكرانيا وكان فيه مشاكل بين الولايات المتحدة والغرب عموما وبين روسيا، ولكن مع ذلك وده اللي بيدي تقدير لهذه الصفقة تم الافراج عن الـ حوالي 24 شخص واعتبروه على هذا الاساس اتفاق تاريخي بين روسيا والغرب لانه بيتم في وسط احتدام المواجهه بين الغرب وبين روسيا في الحرب الاوكرانيه. تمام. بيقولوا ان السجناء تم اطلاق سراحهم من سجون 7 دول، امريكا والمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج ويعني وروسيا كمان وبيلاروسيا، وكمان المانيا لعبت دور مهم لانه الرئيس الامريكي اتصل بالمانيا وسلوفينيا على وجه الخصوص، قال ان هم اضطرتا الى اتخاذ مواقف وقرارات تتعارض مع مصالحهما المباشره. هو المستشار الالماني لما اتصل ببايدن هو افرج عن واحد محكوم عليه بالسجن مدى الحياه متهم هو روسي متهم بقتل واحد من جورجيا في حديقه عامه في المانيا. المقابل اللي أخده ان هو تم الافراج عن كيفن ليك وده الماني روسي، وحتى الراجل اللي هو الالماني قال عمل بيان وقال ان هو مضطر ان هو يعني العداله ما تستمرش في التنفيذ مقابل انه ينقذ روح حد او بيتعرض ربما لظروف قاسيه ومظلوم. فده بالنسبه للالماني، لكن بالنسبه اللي اطلق سراحهم من روسيا كان فيهم زي ما حضرتك تفضلت ايفان جيرشكوفيتش، ده صحفي في الول ستريت جورنال بس هو روسي برضه وكان قبل كده ماسك مكتب الفرانس بريس وكاله الانباء الفرنسيه في موسكو، قبل كده كان بيشتغل لصحيفه روسيه، ثم التحق عام 22 او عفوا ايوه 22 بالعمل مع الول ستريت جورنال وتم اعتقاله. في إلسو كورماشيفا دي صحفية برضو روسية أمريكية، في واحد ألماني تاني على فكرة نسيت أذكره اللي هو ديموري ديترا فورتن، وفي محامي ألماني تاني ثالث، وفي سياسي معارض. يعني لازم ناخد كمان الاتفاق ده تاريخي لأن روسيا على غير العادة بعض الدول بتقول إن هي مش محتاجة إن هي تحتفظ بالمعارضين بتوعها، يعني هي بتبعدهم عن الأراضي، فتلاقي إن في منشقين أفرجت عنهم روسيا تقريبا حوالي 8 أفراد، 7 منهم منشقين وواحد بس من بيلاروس اللي هو ألماني، لكن غير كده الولايات المتحدة حصلت زي ما قلنا على اللي هم عفوا روسيا حصلت على برضو صيد ثمين ليها ناس أفرج عنها. يعني النظر إلى لو عندك الفوتج أو صور الرئيس بوتين وهو بيستقبل على سلم السيارة ما احنا بنعرضها دلوقتي، لاحظ ان الست اللي نزلت دي كان محكوم عليها اللي كان معاها طفل ولا اللي كان معاها طفل دي كانت موجوده في سلوفينيا اللي هو بيقدم لها الزهور اللي كان استقبلها احتضنها، يعني ان هو احرز حاجه كبيره بالافراج عن حد متهم بالتجسس.
هو بيعيد رجاله وما تنساش ان بوتين وكان في اللي هو الصحفي برضه المتهم بالتجسس في الصحفي الامريكي ايضا متهم بالتجسس تم الافراج يعني عدد من هو من اصل روسي هو متهم بالتجسس لكنه كلهم اصول روسيه كلهم بيتحدثوا روسيه ما عدا الجندي المشاه البحريه الامريكي على اي حال انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا استاذه حنان البدري الخبيره في السياسات الامريكيه وعضو المؤسس مجموعه واشنطن الاستراتيجيه شكرا جزيلا. موضوع تاني الحقيقه مصر بتاريخها العظيم وامتدادها الحضاري الكبير بمراحله الاسلاميه والقبطيه وعندنا عشرات من الفنانين والمرممين وعلماء الاثار المسلمين اللي بيشتغلوا في ترميم طبعا المزارات والاثار القبطيه والعكس صحيح ويمكن حابين نسلط الضوء منهم على المهندسه جاكلين سمير اللي ليها دور كبير قوي في ترميم مساجد آل البيت واشتغلت في مجموعه من طبعا المشروعات المهمه في هذا الصدد وطبعا احنا عارفين ان مصر مهتمه قوي بقصة ترميم مساجد البيت وتطويرها وتجديدها زي ما حصل في مسجد الحسين ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة زينب. احنا معانا المهندسة جاكلين سمير مرممة الآثار المصرية والمسؤولة عن ترميم مساجد البيت. اهلا بحضرتك يا فندم منورانا. اهلا بيك يا فندم. اولا بنشكرك على دورك الكبير والمهم شكرا جزيلا. ولو تحكي لنا شوية عن رحلة تكليفك بمهمة ترميم مساجد آل البيت. أولا لا شكر على واجب عشان ده واجبي نحو بلدي والآثار هنا بالنسبة لبلدي ده إرث لينا كلنا كل واحد فينا مطالب أن يحافظ على إرثه. تاني حاجة مهمة آل البيت، آل البيت كانت فكرة في البداية يعني تكاد تكون صعبة التنفيذ نظرا لأن الناس اللي كانت بتخدم المساجد من إن هم بيحبوها جدا كان صعب الاقتراب من فكرة مساجد آل البيت أو تطويرها لأنهم كانوا بيخشوا إن إن أنت تمد بإيد مثلا الهدم إليها طبعا. فكانت فكرة إقناع موردين آل البيت إن إحنا هنتم إحياء هذا الصرح الديني القوي اللي بتحظى به مصر بس كانت فكره صعبه جدا واخدت سنين ولا سنه ولا اتنين طبعا هو اصلا كانوا زعلانين جدا وهي مقفوله اثناء الترميم انت عارفه في ناس كان ليها مواعيد زيارات احنا حاولنا لا كان تعليمات السيد الرئيس ان احنا ما نقفلش المساجد وده كان اكبر تحدي انك تشتغل 24 ساعة مع التوقف خمس مرات للصلوات وانك ما تغلقش باب المساجد قدام اي مصلي طبعا ده كان تحدي كبير جدا انك تقنع الناس بـ 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 بالنظام في بعض الامور كان صعب جدا لكن بس الاضرحة كانت مقفولة نفسها يعني برضو الاضرحة ما اتقفلتش كتير الاضرحة نظرا انك كان فيها تدعيم انشائي طبعا انت كنت بتتعامل في بنيه تحتيه فكان في خطر ان الناس تدخل اثناء عمليات الترميم لكن مش عشان احنا بنرمم ترميم المعماري مفهوم مفهوم بس لكن بعد كده فوجئنا ان الناس بقت هي اللي تتعاون معانا بشكل رهيب وسهرانه معانا وطبعا يوم الافتتاح انت حضرتك ما بتبقاش متخيل الفرحه اللي بتبقى على وشهم وقد ايه بيبقى في امتنان ليك انك قعدت ليهم مكانهم وبيتهم اللي بيسكنوا اليه يعني حضرتك اشتغلتي في مساجد ايه؟ فكرة آل البيت بدأت بالحسين طبعا وكانت فكرة كبيرة قعدنا فيما لا يقل عن ثلاث سنين دراسة وإعادة أبحاث وأخذ عينات وبعد كده على طول السيدة نفيسة بعدها السيدة زينب وبعدها كانت الست حورية وفاطمة النبوية والسيدة عائشة ياه حضرتك اشتغلت في كل المشروعات دي اشتغلت في كل المشروعات اشتغلت في الاثنين هايل جدا طب شعور حضرتك ايه بقى وانت بتشتغلي ايضا في التراث الاسلامي وطبعا احنا يعني في خصوصيه كبيره لاثارنا الاسلاميه والقبطيه على استواء ما فيش مثيل ليها في العالم فشعور حضرتك ايه وانت كمان بتشتغلي مع التيم اللي مع حضرتك وكده
اولا احنا بلا تصنيف، دي اثرنا كاملة، لكن انا بديل للفن الاسلامي بان هو اغذى فيه النوع المعماري الكبير، الاتجاه المعماري، لانه غني جدا جدا جدا، تفاصيله كتيرة ودقيقة، والصنايعي كان فيها صنايعي يدرس، فتلاقيه غني اكتر بكتير، ونظرا لان برضو حرية الديانة الاسلامية لفترات طويلة سمحت لنوع من انواع الابداع يشتمل، يعني زي السلطان حسن طبعا. مفيش حد معماري ما بيقفش قدام السلطان حسن هذا الفرح، يعني هرم مصر الرابع، فنون العمارة وفنون الكتابة وفنون الزغرفة. أما التيم وورك بتاعي أنا كنت حريصة أن يبقى تيم وورك شباب صغيرة نتحدى بيها، بس عندها انتماء، خلقنا نوع من أنواع الانتماء والحمية على أثارك، وإنك أولى بترميم بيتك، مش حد تاني هيجي يعمله لك، ما انتش اقل من اي حد ابدا ابدا ابدا، ودي رسخت. انا النهارده 48 جامع افتتح للصلاه بعد ما كان في منهم 120 سنه لم يفتتح، زي مسجد الفتح بقصر عابدين 120 سنه مغلق ومهدم، وكانت حالته النهارده كان في افتتاح رئاسي 2018 2019 وكان شغال لغايه دلوقتي على جوده عاليه جدا. احنا بنتحدى العالم، واحنا قد التحدي وقد ان احنا مسؤولين عن بلدنا وتراث بلدنا واحنا اولى بيها. واحنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على الدور الكبير اللي قمت بيه، واشكرك شكر خاص مهندسة جاكلين سمير مرممة الاثار المصرية والمسؤولة عن ترميم مساجد آل البيت، وهي مسيحية لكنها شاركت بشكل كبير في ترميم وتطوير وتجديد مساجد آل البيت، ورسالتها واضحة، هي عظمة التراث المصري الإنساني سواء كان فن قبطي أو فن إسلامي، كلاهما مصر أهدتهم بجمالهم وتفاصيلهم للعالم كله. نروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وهنروح معاكم لموضوع لطيف، وهو برنامج مشروعك، وده برنامج كان مخصوص لدعم الشباب، وكان بتوجيهات من الدولة المصرية والقيادة السياسية عشان يقدم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات مصر المختلفة، وهدفه دعم الشباب اقتصاديا وإحداث نوع من أنواع التمكين، وكمان أعطائهم الفرصة الخروج بمشروعات جديدة. النهاردة الدكتور من العوض وزير التنمية المحلية تلقى التقرير عن جهود مشروعك منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو اللي فات، ويمكن هنعرف مع حضراتكم أبرز إنجازاته وإيه طبعا اللي قدمه لشباب مصر. عشان كده اسمحوا لنا أن احنا نستقبل مع حضراتكم الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا أستاذ حسام، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظة. أهلا بك، نورتنا. يعني لو تكلمنا شوية، يعني إمتى بدأ انطلاق مشروعك، وكمان نعرف من حضرتك طبعا إيه اللي قدمه لغاية دلوقتي. يعني زي ما حضرتك كرمت فعلا تحت يعني القيادة السياسية برنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، ابتدى في الربع الثاني من 2015، ومنذ انطلاقه وهو بيشتغل في 260 مقر على مستوى المحافظات المصرية بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية. طبعا زي ما حضرتك كرمت، ساهم مشروعك بتنفيذ ما يزيد عن 212,000 39 مشروع على مستوى محافظات الجمهورية 27. 212,000 ده رقم كبير لا شك، وبحجم تمويل 29 مليار جنيه مصري. ساهم ده بشكل مباشر في خلق فرص عمل حقيقية تجاوزت
المليون 439 ألف فرصة عمل. الجدير بالأمر يا فندم أنه زي ما أكد مع الوزيرة أنه طبعا وزارة التنمية المحلية بتحط في أولوياتها أنه تنفيذ والتوسع في تنفيذ وتمويل مشروعات صغيرة متوسطة في جميع المحافظات المصرية. طبعا اللي بيتهم بحاجتين مهمتين، الجانب الأولاني اللي هو جانب العرض وهو زيادة المعروض السلع من السلع والخدمات اللي موجودة على مستوى المحافظات المصرية، والجانب الثاني مهم جدا وهو بيشجع فكر ريادة الأعمال، إنشاء شركات مشروعات متناهية صغر ومتوسطة وصغيرة. طبعا ده بيساهم بجزء كبير جدا في حل مشكلة البطالة والتشجيع على إنشاء هذه المشروعات. طبعا لو جينا بصينا على المشهد هنلاقي أن محافظة المنيا هي الأعلى تنفيذا وتتصدر المحافظات في عدد المشروعات ومحافظات مصر قاطبة، ونفذت 23400 مشروع بقروض حوالي 3 مليار جنيه وفرت 158 ألف فرصة عمل. طبعا ثم يأتي بعد ذلك محافظة سوهاج في المرتبة الثانية نفذت 22700 مشروع بقروض تجاوز يعني كان في تركيز على الصعيد بشكل كبير. وتأتي بعد ذلك برضو محافظة البحيرة وفي دلتا مصر، ثم يأتي بعد ذلك طبعا بتيجي محافظة كمان من الأهمية بمكان نقول محافظة بني سويف، ثم تأتي محافظة الدقهلية، ثم بعد ذلك تأتي محافظة الشرقية، ثم تأتي بعد ذلك بقية المحافظات الجمهورية 27. لكن من الأهمية بمكان كمان أنه مقرات مشروع بتقدم فرص تدريبية للشباب المتقدمين كمان بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية، وده من الأهمية بمكان 6 بنوك دولة طبعا زي بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة وكذلك الأمر وغيره من البنوك المصرية، البنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير. طبعا ده هل مشروعك بيقدم أو فكرة مبادرة مشروع بتقدم فقط الدعم المادي ولا كمان الدعم المتعلق بعملية تأسيس المشروع نفسه العملية الفنية؟ طبعا يا فندم بتشارك في التأسيس، أولا بتشارك في التأسيس بأنها بتمنح رخصة مؤقتة لحين استخراج الترخيص الدائم، كذلك الأمر بيساعد في توفير تدريب فني وإداري لأصحاب هذه المشروعات برضو للاستفادة من جميع المميزات اللي ممكن يقدمها برنامج مشروع، خاصة دراسات الجدوى التمهيدية اللي بتساعد طبعا الشباب في ان هم يقدروا كمان يتوسعوا حتى في مشروعاتهم لمن يريد ان يتوسع في المشروعات. طبعا زي ما قدمنا وان ده بيأكد على نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر ورفع معدلات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات المصرية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. ما ينفعش كمان كان نعدي النهاردة من غير ما نفتكر الراحل الكبير العالم الجليل أحمد زويل، النهاردة الذكرى الثامنة لرحيله. الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل واللي رحل عن عالمنا يوم 2 أغسطس 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، وكان عمره تقريبا وقتها 70 سنة. الدكتور أحمد زويل قصة نجاح كبيرة للغاية، مش بس قصة نجاح على المستوى العلمي لكن قصة نجاح في الحياة، من مراحله المبكرة ونشأته في مصر وانتقاله من الولايات المتحدة الأمريكية وحصوله على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد كده حصوله على زمالة مرحلة ما بعد الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا وفي مدينة بيركلي الولايات المتحدة أيضا، والتحاقه بهيئة التدريس في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وبعد كده أستاذ كرسي الكيمياء في معهد لينس بولينج وأستاذ أيضا للفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ومديرا لمركز البيولوجيا الفيزيائية التابع لواحدة من أكبر المؤسسات العلمية مؤسسة مور.
خطوات وإنجازات كبيرة وجوائز كثيرة حصل عليها الدكتور أحمد زويل في مسيرته، جعلته واحد من العلماء المؤثرين في العالم كله الحقيقة. واختياره من ضمن الرئيس أوباما في عام 2009 عشان يكون ضمن الهيئة العلمية المختارة لتخطيط المستقبل العلمي للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا جائزة نوبل حصل عليها مع اكتشافه للفيمتو ثانية، وجعل هذا الاكتشاف من الممكن مراقبة الذرات أثناء التحولات الجزئية في زمن الفيمتو ثانية، وده أثر اللي هي تقريبا جزء من مليون مليار جزء من الثانية، وده أثر بشكل كبير على تطور علوم النانو تكنولوجي وعلوم الطب والفيزياء والكيمياء. وكمان يعني مذكراته أو كتابه اللي هداه لنا واللي رصد فيه رحلة كفاح الحقيقة تعتبر نموذج لكتير من شبابنا دلوقتي اللي عايز يطلع على رحلة الدكتور زويل بما فيها الحقيقة من محطات مهمة أثرت العلم في مصر وفي العالم كله. معنا طبعا واحد من الأصدقاء والأساتذة المقربين من دكتور زويل الله يرحمه، الدكتور إبراهيم الشربيني. بنرحب بك يا دكتور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ حسام وأستاذ المشاهدين. يعني شكرا على وجودك معانا، وبنحيي ذكرى طبعا الراحل الكبير والجليل أحمد زويل. حضرتك يعني التقيته عن قرب وكانت في زمالة وصداقة، يعني إيه اللي بتفتقده في الدكتور زويل إنسانيا؟ اولا حابب اشكر حضرتك على المقدمه الجميله، والتي وان عظمت الكلمات لن تفي الدكتور زويل الله يرحمه حقه يعني. وبرضه اسمح لي جنبا الى جنب مع شرف معرفه الدكتور زويل عن قرب رحمه الله عليه وبعض قراءات المتواضعه في علم النفس اني استخدم ما يسمى او ما سماه كاتبنا الكبير عباس محمود العقاد مفتاح الشخصيه عشان ارد على سؤال سيادتك. يعني نحاول نغطي قدرا من الجوانب الشخصية للدكتور أحمد زويل الله يرحمه. فلو استخدمنا هذا المصطلح مفتاح الشخصية أو فتك أو كود فك الشفرة وقطناها دكتور أحمد زويل الله يرحمه، صعب جدا إن احنا نجمع صفاته في صفة واحدة أو مفتاح واحد، ولكن على الأقل نقدر نقول مثلا 3-4 صفات أهمهم الحقيقة العبقرية الفذة والذكاء الحاد. الدكتور زويل الله يرحمه الاكتشاف اللي عمله اللي حضرتك أشرت ليه في المقدمة مش بس هيؤرخ للعلم فيما قبل وفيما بعد اكتشاف أحمد زويل، لأنه الابتكار ده والكاميرا والميكروسكوب الرباعي اللي قدر يعمله وبالتالي نقدر نصور به حركة الجزيئات ونقدر نشوف عوالم استحالة كان قبل كده قدر نشوفها، وبالتالي مع الوقت هتسقط نظريات كثيرة جدا كنا بنعتبرها مسلمات في العلم وستستحدث نظريات أخرى. عشان كده بتأتي قيمة أحمد زويل رحمة الله عليه أنه ليست نوبل عادية والله، وهذا ليس تحيزا، العلم علمنا أن احنا نكون موضوعيين. الإنجاز اللي عمله الدكتور زويل الله يرحمه المصري الفرعوني العربي كما كان دايما يقول على نفسه ودايما يربط نفسه بجذوره يعتبر إنجاز لا يقارن حتى بالعديد من جوائز نوبل الأخرى. وعشان كده حتى تم لأنه اكتشافه كانت نقلة دوعية في الكيمياء والفيزياء الاثنين، يعني في كل حاجة الحقيقة كل مناحي الحياة تطبيقاتها بدأت تظهر دلوقتي، لأن فعلا هيقدر نشوف حاجات كتير جدا ما كناش نقدر نشوفها. بالإضافة للعبقرية الفذة والذكاء الحاد أضف إلى ذلك الصبر والمثابرة والإصرار مش بس في طريقه اللي حضرتك أشرت له منذ نعومة أظافره حتى وحصوله على جائزة نوبل، لكن حتى بعد كده في إصراره على إنشاء قاعدة علمية ونواة للبحث العلمي في مصر ننطلق بها إن شاء الله إلى العالمية ونستعيد بها مكانة مصر وقوتها الناعمة. أضف إلى ذلك كمان الوطنية الخالصة وارتباطه بجذوره، وده والله يا أستاذ حسان دون أدنى مزايدة أو تملق. الراجل الوقت بإذن الله عز وجل، ولكن لا تزال كلماته التي أحسبها خالصة لوجه الله
والوطن عشقه بكل وجدانه تتردد في مسامير حتى الآن. لما كان دايما يقول مصر تستطيع، لدرجة نحن بعد كده أخذناها شعار لمدينة. أضف إلى ذلك بقى طبعا كاريزما الشخصية اللي كانت باينة قدامنا كلنا، حلاوة الحديث، العرض الطيب والسلس للأفكار، حبه الشديد لأهله. دايما الأمريكان كده كانوا يقولوا هي ذا فاميلي مان، راجل عيلة، مش بس منغمس في البحث العلمي والبحث، ابن بلد رغم الفترة الكبيرة اللي عادها. حقيقة تزكية روح الفريق، أحمد زويل الله يرحمه لما أخذ نوبل قال مش أنا الواحد صاحب الفضل بده، ولكن كل الفريق بتاعي صاحب فضل معايا في الحصول عنه. وهو الحقيقة تركتنا كمان مدينة زويل، حضرتك طبعا واحد المدراء المؤسسين لبرامج علوم النانو فيها، ومدير مركز أبحاث علوم المواد، فأيضا أصبح مدينة زويل بإنجازاتها المتتابعة وبتخرجها لعشرات الطلاب والمئات الطلاب، يعني ليجاسي أيضا تركها لنا الدكتور زويل. أتفق معك طبعا، وده كان حلمه لحد آخر لحظة في حياته، وهو بيحلم أن يطلع بعد كده ناس كتير من مصر تاخد نوبل. هو كان حلم حياته انه يتكرر احمد زويل، واني يعني وده مش تحيزا، بس احمد زويل صعب تكراره، ولكن الامل كتير قوي كبير قوي في شبابنا المخلص احمد طبعا انه يخرج من مدينته عشرات الطلاب ان شاء الله اللي يكونوا زيه ويوصلوا لي في يوم من الايام. والله ده كان حلمه وحلمنا كلنا ان شاء الله، ان يطلع من مصر ناس كتير جدا تشيل الرايه وترجع مصر مكانتها المستحقه في العلم، وده مش بعيد ان شاء الله، واعتقد ده احد توجهات الدوله الحاليه. طبعا انا بشكرك يا دكتور ابراهيم، نورتنا. دكتور ابراهيم الشربيني استاذ النانو تكنولوجي والمدير المؤسس لبرنامج علوم النانو ومدير مركز ابحاث علوم المواد في مدينه زويل لعلوم التكنولوجيا، احد ايضا تلامذه واصدقاء الدكتور احمد زويل رحمه الله عليه، شخصيه فزه لن تتكرر، لكن عزائنا انه ترك لنا مدينه زويل والالهام اللي تركه في نفوس ملايين المصريين. نروح حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل مسار العائله المقدسه. احنا فين فيه دلوقتي، ومتى نشوف بقى المسار مكتمل وجاهز ونشوف ملايين الحجاج بيجوا لمصر عشان يعني يشوفوا نفحات ويستشعروا روحانيات العائلة المقدسة أثناء وجودها في ملاذها الآمن في مصر، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. موضوعنا المره دي اتكلمنا ودردشنا فيه قبل كده، لكن لازم نفضل نتكلم فيه، لانه الحقيقه لن نمل من ذكر العائله المقدسه وكل محبتنا ليها وتعلق المصريين بها كلهم مسلمين ومسيحيين. ومصر شرفها ربنا باستضافه العائله المقدسه في اكثر من موضع، ولمده 5 سنوات كانت الملجأ الآمن للعائلة المقدسة والمسيح عليه السلام. ومصر لديها مشروع طموح جدا لإحياء مسار العائلة المقدسة، وكان بابا الفاتيكان أشاد بيه قبل كده وقال إن هو هيبقى خطوة مهمة للعالم المسيحي، وإحنا كلنا كمصريين بنعتبرها خطوة مهمة للعالم المسلم والمسيحي على السواء. فطبعا جرى جهد كبير جدا من الدولة ومن أثريين ومن أيضا العاملين على هذا المشروع، لكن حابين نعرف إحنا وصلنا فيه لإيه، وإمتى نشوف المسار كله مكتمل، وإزاي نقدر نحقق كمان عوائد اقتصادية من هذا المشروع المهم ده، غير كمان تصدير مصر كمنطق ثقافي وحضاري ليس له مثيل. فاسمحوا لنا نستقبل في الفقرة دي الأستاذ نادر جرجس، منسق اللجنة الوزارية لحياء مسار العائلة المقدسة. سابقا اهلا وسهلا بك يا فندم، نورتنا. اهلا بيك، اهلا بمشاهدينك، شرفتك. كنا لسه بندردش مع حضرتك قد ايه بنحب زيارة المزارات الدينية في مصر،
انا شخصيا زرت جبل الطير ودير المحرق والشجره المباركه في المطريه. يعني كلنا شوق ان احنا نشوف المسار خلصان. احنا فين دلوقتي او ايه موقعنا فيه دلوقتي؟ ايه اللي حصل كمان؟ اللي حصل حقيقه يعني جهد غير مسبوق من الدوله المصريه بالذات في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستثماره للزياره الناجحه جدا لقداسه البابا فرانسيس اللي كانت في 28 و29 ابريل 2017. وما وقفناش عند نجاح هذه الزياره اللي العالم كله شهد قد ايه كان قداسته بيتحرك باريحيه وبمنتهى الامن والامان في مصر. وانت عارف قداسه البابا فرانسيس ده يمثل دوله الفاتيكان، يعني طبعا. هو بروتوكول استقباله بروتوكول استقبال ملوك ورؤساء لان بيتبعوا مليار وثلاثه اربعة من عشرة كاثوليكي في حول العالم يعني. وكالات الانباء العالميه بجميع اللغات بتغطي تحركه وزياراته الدول بشكل قوي جدا، وده امر بيبقى محل اهتمام جدا لكاثوليك العالم في كل مكان في العالم. الزياره كانت ناجحه بكل المقاييس. القداس اللي اتعمل في استاد الدفاع الجوي في استاد في 30/6 وده حضروا 30,000 يعني متفرج او مشارك في هذا القداس. وكان توجيه الدولة ان ازاي نستثمر الزيارة الناجحة دي وان احنا نكمل المشوار في اعتماد المسار ده كأحد برامج او الحج او استكمالا لرحلات صورة من الزيارة التقديس. دي الحقيقة 4 اكتوبر 2017 وكان وفد رفيع المستوى وكان تمثيل رفيع من الدولة لمباركة الأيقونة. الأيقونة اللي بين حضرتك أستاذ حسام في الصورة دي دي الأيقونة الرمز اللي دولة الفاتيكان بتستخدمها لتعبر عن هروب العائلة المقدسة إلى أرض مصر اللي يعني قادت فيها حوالي 3 سنين و11 شهر ما يقارب 4 سنوات. ودي كانت البروتوكول مباركة الأيقونة. وما وقفناش عند اللقطة دي لأن اللقطة دي كان لابد أن تكتمل. لو نلاحظ في الصورة على الشمال خالص ده مسؤول مؤسسة أوبرا رومانا اللي جنب أول واحد القصير ده رجل دين ممثل رئيس مؤسسة أوبرا رومانا المسؤول عن برامج الحج في العالم كلها. على اليمين حضرتك ولا على الشمال؟ على الشمال جنب الأستاذ أحمد موسى. أيوه أوكي يبقى يمين الأستاذ أحمد موسى. أيوه فطلبنا من قداسة البابا فرانسيس أن ندرج هذا البرنامج أحد برامج السياحة الروحية من ضمن كتالوج أوبرا رومانا. فالحقيقة هو أبدأ ترحاب شديد جدا وساعدنا مساعدة غير مسبوقة. قال أنا هبعت لكم الممثلين مؤسسة أوبرا رومانا يتفقدوا مواقع المسار اللي انتوا بتقولوا ان هي جاهزة لاستقبال الزائرين. طبعا حضرتك تعلم ان زائر السياحة الدينية او السياحة الروحية هم 80% منهم كبار سن مرضى مسنين بيذهبوا لهذه الأماكن للتبارك منها والتضرع بالشفاء وزيارة روحانية بكل المقاييس. وما بتقتصرش بس على مسيح العالم زي ما حضرتك تفضلت وقلت ده العالم كله طبعا. مصر فتح أحضانها لزيارة جميع فئات وطوائف العالم. فبعت لنا الحقيقة مؤسسة أوبرا رومانا برئاسة مسؤولها في من 15 ل 18 ديسمبر وكنت بتشرف باستقبالهم. ودي الايقونه بالظبط اللي تم اختيارها اللي تمثل هروب بيبان فيها الاهرامات الثلاثه. والايقونه دي موجوده في الكنيسه المعلقه كمان في مدخلها. الايقونه دي اللي اختاروها الفن البيزنطي اللي هم بيحبوه وبتتحط في الكتالوج مع البرنامج اللي بتعبر عن المنتج ده. لما جم في ديسمبر الحقيقة 2017 زورناهم المرحلة الأولى من المسار واللي هي كانت 5 محطات 5 أهم محطات. والحقيقة اللي كانوا إيه؟ اللي هم كانوا إيه؟ كانوا أديرة وادي النطرون
عندنا ثلاث أديرة فادي نطرون، دير الأنبا بشوي، دير السريان، دير البراموس، وطلبوا دير أبو مقار ينضم ليهم لاحقا. زورناهم منطقة مصر القديمة طبعا. مجمع الأديان أيوة طبعا. عندنا مغارة أبي سرجة فينيست أبو سرجة، وفيها المغارة المقدسة قعدت فيها حوالي 3 أشهر، والمعلقة والمتحف القبطي. والحقيقة يعني انبهروا جدا بالمغارة أو الكنيسة في العالم. زاروا المعادي، كنيسة السيد العذراء بالمعادي، وهي على نهر النيل وبتنفرد بوجود السلم الأثري اللي استخدمته العائلة المقدسة لتاخد تستقل مركب وتعبر نهر النيل من الشرق للغرب، وتبتدي الرحلة الشاقة لوجه إبلي. وزي ما حضرتك عارف يا أستاذ حسام، العائلة المقدسة لما جت أرض مصر كانت بتستخدم وسيلتين، اتنين من المواصلات، يا إما السيدة العذراء راكبة على دبة وتحمل الطفل في إيديها، ويوسف النجار يتقدمها، وسلومة بتصحب العائلة المقدسة في الرحلة فترة من الرحلة، يا إما مركب شرعية في نهر النيل وبيمشوا فيها في الرحلة الشاقة جدا. اللي جم باركوا أرض مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، مروا ب 12 محافظة، قطعوا أكتر من 3000 كيلومتر ذهابا وإيابا. أرض مصر تباركت بالزيارة المباركة دي، واحنا بنعتبرها زيارة مباركة، وكفاية ان ربنا اختص ارض مصر يا استاذ حسام دونا عن بلاد العالم كلها. حضرتك تعلم ان سوريا والاردن كلهم بلاد اقرب، دي يمكن مسارات الخريطة زي ما حضرتك شايف كده، هم جم من شمال سيناء دخولا من رفح، مرورا بالشيخ زويد، العريش، ثم الفرمة، وبعدين دخولا للدلتا. دي بنعتبرها المرحلة الاولى. المرحلة التانية بتبقى في منطقة الدلتا. تل باستا تعتبر البوابة الشمالية الشرقية لمصر، وكانت عاصمة الأقاليم، وكان بيقام فيها احتفال كبير جدا يوم 24 بشنس، وهو ده التاريخ اللي احنا بنحتفل به بدخول العائلة المقدسة. تل باستا شرقية أرض مصر. وطبعا كانت واحدة من العواصم الفرعونية القديمة، ده كان فيها مخازن يوسف أيام المجاعة. بعد كده نزولا دي خلصت فيها الشغل. تل باستا جاهزة. تل باستا هي تل باستا ايه، في كنيسه هناك ولا تل باستا في البير؟ احنا بنقول المصاري يا استاذ حسام بيتخللوا 8 مغارات، 13 شجره، مش شجره واحده. والله يمكن اشهرهم شجره مريم، عندنا شجر كتير الحقيقه، و18 بير ميه. من اشهر الابيار البير اللي موجود في تل باستا. العائله المقدسه اثناء مرورها شربوا من هذا البير، وبعدين نزلوا على مستورد المحمى وبرضو فيها بير مية، وبعدين من مستورد طلعوا على بلبيس، ودخلوا على منية سمنوت سخة، ودي منطقة الدلتا. بعد كده نفوجأ ان العائلة المقدسة وبدون سابق انذار تتجه غربا نحو الصحراء الغربية، وده كان حقيقة علامة استفهام كبير، يعني ليه يتركوا الدلتا والمنطقة اللي يعني ساكنة بالسكان واتجهوا الى الصحراء؟ من سمنود لسخة، من سخة سمنود سخة، ومن سخة للصحراء الغربية. وفي هناك كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب مصر سمنود، يعني المنطقة دي برضو غنية. مصر كلها غنية. احنا بنقول المسار بيحققوا 3 حاجات، حقيقة كتابية، حقيقة تاريخية، حقيقة أثرية. من ضمن الأثار اللي تركت لنا العائلة المقدسة أثناء إقامتها في مصر، زي ما قلت حضرتك، 8 مغارات، 13 شجرة، 18 بير مية. عندنا حجر طبع عليه قدم السيد المسيح موجود في سخة. والله والحجر ده حجر جرانيت صم. لما نجد قدم طفل طبع على الحجر، والحجر متحافظ عليه داخل الكنيسة. الله. والناس اللي بتذهب الى هذه الكنيسة بتتبارك من هذا الحجر. وتهيألي في ايد كمان في جبل الطير. جبل الطير بقى كف. عندي صورة مع الكف انا متصور فيها. بس كنت جبت صورة. خلينا في الدلتا. طبعا خلينا في الدلتا. سمنوت عندنا الجرن اللي كانت بتعجن فيه السيدة العذراء العجين. الجرن ده يا استاذ حسام لغاية النهاردة الناس بتروح تتبارك منه، وبالرغم ان هو حجر صم يعني، لكن بينشع زيت كده، تلاقي الزيت
يعني لسه في لسه في من العجين والناس بتتبارك وده اثريا موجود ومحافظ عليه طبعا. ازاي صمد كل ده؟ نشكر الاباء الاوليين اللي هم جدودنا وجدود جدودنا اللي حافظوا على تراث ده تراث مصر. احنا لما بنتكلم على مسار العيله المقدسه بنتكلم على تراث بلدنا. حضرتك وحضرتي وجدودنا اللي قدروا يحافظوا على هذه المقدسات وهذه الاثار حتى التاريخ اللي احنا متواجدين فيه عشان ده اللي ان شاء الله هيكون سبب خير وبركة للسياحة المصرية لان احنا يعني الدولة من ضمن استراتيجية الدولة 2030 ان احنا نحقق 30 مليون سائح. احنا مش هنوصل للاعداد دي الا بتنويع انماط السياحة طبعا. السياحة تتمتع بأنماط كثيرة جدا. يعني تخيل حضرتك لو عملنا المسار ده تكامل مع مشروع التجلي الأعظم بالظبط مع مشروع مسار آل البيت يا سلام. ازاي ما عندناش سياحة كبيرة تيجي الحاجات دي؟ السياحة بس دي بتبقى شوية سياحة متخصصة بس بتبقى يعني عايزة يعني نوعيات معينة من المرشدين. قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بعد مباركة الأيقونة وقدوم مؤسسة أوبرا رومانا وإعلانهم أن يدرجوا هذا المنتج كأحد برامج كرحلة تقديس زيها زي أورشليم وزيها زي الأردن رحلة المختص عمل منحة مجانية بدافع شخصي جدا يعني دربنا 100 مرشد وشرط قداسته أن يكونوا من لغات بيكلموا لغات مختلفة يعني نعمل المنحة المجانية دي دورتين عملناها كل دورة كان فيها 50 بشرط المرشدين يتقدموا يبقوا بيكلموا لغات مختلفة انجليزي فرنساوي دي مباركة دي الايقونة اللي جابوها هدية للبابا توادروس ده رئيس مؤسس اوبرا رومانا اثناء زيارته في مصر واهدائه للايقونه السامبوليك اللي اختاروها بتمثل رحله الهروب واهدوها لقداسه البابا احتفظ بيها في المقر الباباوي وده معالي الوزير يحيى راشد اللي كان معني بالمنتج ده في ذاك الوقت يعني والحقيقه كانت زياره تاريخيه. المسار ادرج كمنتج سياحه روحيه في الكتالوج بتاع مؤسسه اوبرا رومانا كاحد رحلات التقديس امتداد لرحلات التقديس في أورشليم والأردن والأردن بتسعى جاهدا يمكن حضرتك ذكرت في في المقدمة ان الأردن عندهم بحر مائي بس عندهم سياحة اكتر عندهم هم عايزين يسعوا التوأمة. شوف احنا يعني عشان احنا يعني احنا طبعا يعني واثقين في المنتج بتاعنا واثقين انه هيأتي بثمار تساهم في تدفقات النقد الأجنبي والمساهمة في تدفقات الأعداد السياحية. الأردن بيخش لها في السنة أستاذ 5 مليون. السياحة الدينية أو السياحة الروحية 1.5 مليون يعني تمثل عشان بس 30% من الإجمالي. وبيروح البحر الميت عشان تعميد السيد المسيح النهر الأردن مش البحر الميت نهر الأردن نهر الأردن السيد المسيح اعتمد في نهر الأردن لمدة 3 دقائق فده يعتبر امتداد لرحلات التقديس بتاعة القدس. هما ليه مهتمين بده؟ لأن ده بيساهم معاه في الأعداد اللي بتروح له لأن منظمة السياحة العالمية في تقريرها السنوي اللي بيوت الخبرة الدولية بتعمله قالت كده لما بيرصدوا عدد السياح اللي بتزور العالم لقوا ان زار العالم 1.4 مليار سائح. طب 1.4 مليار سائح هل كلهم يندرجوا تحت نمط السياحة الثقافية او السياحة الترفيهية او سياحة الشواطئ؟ لا طبعا. فبيصنفوهم فمن ضمن التصنيفات اللي لقوها في الانماط المختلفة لقوا ان 27% من اجمالي عدد السياح اللي بيزور العالم بيندرج تحت شريحة السياحة الدينية والسياحة الروحية والفي اف ار. الفي اف ار اللي هي فيزيت فريندز اند ريلاتيف اللي هي سياحة الجزور ودي الحقيقة سياحة مهمة جدا لان احنا لينا جزور كتير من طبعا. في المهجر في امريكا واستراليا وكندا دايما بنسألهم للمنتج ده ان هم ييجوا يشوفوا جزور البلد اللي هم ينتموا اليها. طب احنا ناقص لنا ايه من المسار؟ كويس قوي. الحقيقه الدوله قامت بمجهود غير مسبوق في ترميم الـ المحطات اللي احنا اعتمدت
كمرحلة أولى من المسار، مسار كبير جدا، مسار ما بين محطة 33 بعمر السيد المسيح على الأرض، ما بين محطة ونقطة مرور. إيه الفرق بين المحطة ونقطة المرور؟ المحطة اللي العائلة المقدسة استظلت فيها من يوم لستة أشهر وعشر أيام زي المحرق حضرتك خدت بركة زيارة الدير ده، ودي أطول مدة عديت على العائلة المقدسة في مكان يعني. نقطة المرور هي اللي مرت من أمامها، عدت منها. احنا مش معنيين قوي بنقاط المرور، لكن احنا مركزين قوي للمحطات زي مغارة ابي سرجة، زي درونكا، زي المحرق، زي جبل الطير، زي سخة، زي سمنود، زي تل باسطة، زي وادي النطرون. الاماكن دي محطات ومحطات سريعة جدا. وادي النطرون دي مثلا جمال الأدزيرة هناك، اصلا تروح تعمل سياحة دينية وتقعد هناك مع المزارع اللي معموله جنب الأدزيرة، ومنطقة روحيه جميله، سياحه جدا. دينيه سياحه روحيه سياحه خطيرة. بيئيه سياحه صحيه، محميه نبع الحمراء، بحيره نبع الحمراء، بحيره محميه طبيعيه، البحيره 200 فدان والمحميه كلها 700 فدان، مياه كبريتيه استشفائيه غير مسبوقة، تاني أعلى درجة ملوحة بعد البحر الميت. والله العائلة المقدسة لما مرت أمام البحيرة دي، السيدة العذراء عطشت، فكانوا فاكرين إن المية دي صالحة للشرب، فمدت إيديها تشرب المية، لقيت المية شديدة الملوحة، فصعب عليها، أنت عارف الصحراء قد إيه حر والجو بيبقى صعب، فكانت عطشان. فالطفل السيد المسيح مد إيده على وش المية، نبع مياه عذب وسط المياه شديدة الملوحة، وده حدث إعجازي يعني، حدث إعجازي، ولغاية النهاردة نبع المية أحد ال 18 بير مية اللي بيتخللوا في المسار، ينبع مياه عذبة، وده الناس بتروح تتبارك بهذه الأماكن يعني. نتمنى نشوف اكتمال المشروع قريب. هو في سقف معين او خطه تنتهي بعام معين او فتره معينه؟ احنا الحقيقه المسار مالوش سقف، المسار مالوش توقيتات للزياره يعني. يمكن احنا عندنا مثلا اخواتنا المسلمين عندهم توقيتات للحج وتوقيتات للعمر، مفهوم. في اورشليم في توقيت لزياره القدس اللي هو اسبوع الالام. لا انا قصدي مفهوم، احنا ما عندناش. انا كان قصدي الافتتاح بقى رسمي لكل المسار ده بالفعل. استاذ حسام، حصل بعض افتتاحات لبعض محطات، لكن ننتظر الاعلان الرسمي اللي الدوله بقى يعني تعلن عن افتتاح استقبال الزائرين لرحلة التقديس دي أو لرحلة الحج دي للعالم كله، زي إعلان افتتاح المتحف الكبير، الأماكن اللي هي بتبقى في شهية مفتوحة لزيارتها. والحقيقة أنا شايف أن الإعلام الغربي بيلقي الضوء بشكل غير مهتم جداً بالمصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهاردة. شكرا بالفعل أستاذ نادر جرجس، منسق اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة. سابقا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا، وبشكر حضراتكم. برنامج 90 دقيقة الحقيقة هيخرج في أجازة طوال شهر 8، ونشوفكم إن شاء الله على ألف خير وصحة وسلامة مع عودتنا في شهر سبتمبر القادم. بشكركم وإلى لقاء قريب.